لكن ان شاء الله نتمنى ان الفريق يكون موفق فيها في كل الاحوال. خليني اتكلم شويه عن بعض الارقام الخاصه بتاريخ الاهلي والوداد في البطولات الافريقيه او تحديدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما حضراتكم عارفين الاهلي فاز باللقب الافريقي او لقب دوري ابطال افريقيا 8 مرات قبل كده، كان الوصيف 4 مرات، لعب 284 مباراه، فاز في 142، تعادل في 80 مناسبه، وخسر في 62 مباراه، سجل 439 هدف. ان شاء الله يكون الهدف رقم 440 و41، نتمنى كمان يكون هناك في المغرب، واستقبل 220 هدف. ده بخصوص ارقام الاهلي على مدار مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار تاريخه تحديدا. خلينا نروح لفريق الوداد اللي فاز باللقب مرتين بس قبل كده، وكان الوصيف في مرتين تانيين، لعب 112 مباراه، فاز في 50 مباراه، وتعادل في 29 مناسبه، وخسر في 33 مره، وسجل 157 هدف، واستقبل 98 هدف، وان شاء الله يستقبل الهدف رقم 100 في هذه المباراه. نتمنى كل التوفيق بالنسبه للفرقه.